السلام عليكم. أحد الأشاعرة اليوم تناقشت معه فجاءني بآية: نسوا الله فنسيهم. وقال: هل تثبت النسيان لله؟ قلت له: أول شيء، النسيان ليست صفة لله، النسيان ليست صفة لله، هذه واحدة. لأنه يعني أراد أن يقول لي يعني على مسألة التأويل، لماذا تؤولها ولا تأخذها عن ظاهرها. أولا، التأويل المذموم هو في تأويل صفات الله، أو بالأحرى تحريفها وصرفها عن ظاهرها. أما تأويل الآيات يعني الأخرى، الآيات الأحكام أو الآيات اللي يعني يعني القصص أو أي أخرى، فهذه يعني تفهم حسب سياقها وحسب يعني أو المدلول اللغوي. فقلت له: النسيان ليست صفة لله حتى نثبتها أو ننفيها أو نؤولها. قال لي: لا، النسيان الله وصف نفسه يعني بأنه ينسى. قلت له: لا تتجرع على هذا القول لتنصر باطل يعني عقيدتك بالباطل. النسيان ليست صفة، وإلا لكان القول متناقضا، لأنه يقول في سورة طه: لا يضل ربي ولا ينسى، وفي سورة مريم: وما كان ربك نسيا. هنا يعني نفى عن نفسه النسيان، والنسيان في هذه الآية واضح وجلي: لا يضل ربي ولا ينسى، يعني النسيان الذي هو عكس التذكر. وما كان ربك نسيا، يعني النسيان الذي يعني ضده التذكر، يعني نفى عن نفسه يعني هذه الصفة يعني النسيان. وقال في آية أخرى: نسوا الله فنسيهم، واليوم ننساكم يعني اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فهمتني؟ فهنا في هذه الآية النسيان أيضا ليس بمعنى عدم التذكر أو ضد التذكر، معاذ الله، إنما هنا النسيان هو الترك. نسوا الله فنسيهم، وهذه الآية بسياقها. وتناقشت معه في يعني في 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 موضوع آخر، فقال لي: إذا ماذا تقول أنت وهو معكم أينما كنت؟ قلت له: أكمل الآية سوف تعلم ما معنى هنا المعية. ومع أن كلمة معكم ليست صفة لله، هو يعني سبحان الله يأتي بالقش يعني كالغريق ليستنجد به. سبحان الله، نحن نتكلم على صفة الله وإثبات صفة الله أو تأويلها وعدم تأويلها، وهو يأتيني بآيات يعني لا علاقة لها بصفات الله. قال لي: وهو معكم أينما كنتم، كيف تؤولها؟ قلت: هذه ليست صفة، معكم ليست صفة لله سبحانه وتعالى، ولو أتممت الآية لفهمتها. فكتبته الآية، قلت: لفهمتني، وهو معكم أينما أنتم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. قلت له: هنا معنا ببصره، ونقلت له آيات يعني من سورة طه: إنني معكما أسمع وأرى. يعني هو قلت له هنا معية سمع وبصر، إنني معكما أسمع وأرى. والله لو قال يعني إنني معكما لقلنا يعني لعلك تجد فيها ثغر، لكن الله سبحانه وتعالى يعني آيات كتابه يعني محكمات، ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كما قال في أول سورة هود: كتاب أحكمت آياته. فقلت له: لا تقف عند ويل المصلين، أذى، وإلا سوف أحتج عليك بقوله تعالى: ويل للمصلين، أو يا أيها الذين آمنوا في سورة النساء: لا تقربوا الصلاة. وأسكت وأقول لك: ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الصلاة، لكن في آية أخرى يقول: أقيموا الصلاة. فالقرآن إذن متناقض. إذا وقفنا يعني عند يعني هذا القول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، لكن قلت إذا أتنا من الآية وأنتم سكارى، هنا يعني تبين من سياق الآية أن لا نقرب الصلاة ونحن سكارى، وليس ولا نقرب الصلاة فقط، أو ويل للمصلين، يعني إذن الويل لمن يصلي إذا وقفنا هنا. وأنت قلت له، فعلت نفس الشيء، جئتني ب يعني بقوله: وهو معكم أينما كنتم،
ووقفت، فلا تقف عند وجه المصلين، واتم الآية فستعلم أنه والله بما تعملون بصير، يعني معنا ببصره، يعني كل ما نعمله يبصره الله سبحانه وتعالى. فكابر وبدأ يكابر وهو يعرف نفسه، يعني هذا الفيديو سوف أنزله وهو سيعرف نفسه يعني وسيعلق.